شخص الشيخ عليه قضاء يوم من رمضان ويريد أن يصوم يوم عرفة بدله. لا ما يصلح هذا، يوم من رمضان هذا فرض عليه، ويوم عرفة هذا سنة، يصوم اليوم الذي عليه، وإذا جاء يوم عرفة يصومه طلبا للفضيلة، فضيلة يوم عرفة، ولا يجمع بين هذا وهذا، يصوم القضاء الذي عليه، وإذا جاء يوم عرفة هذا زيادة خير، يصومه تطوعا. نعم.